لماذا نأتي إلى الساحة؟ لماذا نذهب إلى الأزهر؟ ما الذي يدفعنا إلى أن نرسل أبناءنا إلى الأزهر الشريف ليتعلموا فيه علوم الشريعة؟ ما الذي يدفعنا إلى أن نسافر ونرحل ونتحرك لنأتي إلى هذه الساحة المباركة؟ ما الذي يحركنا إلى ذلك؟ أتدرون ما الذي يحركنا إلى ذلك؟ وما الذي يدفعكم للمجيء إلى الساحة؟ وما الذي يدفع العلماء والنجباء أن يذهبوا إلى الأزهر؟ إنما يذهبون إلى الأزهر الشريف، وإنما يأتي الناس إلى هذه الساحة لكي يرجع الجميع برسول الله في رحالهم. Indonesia, Indonesia.
هي تصلي شعلة الحديث. Blessed out here today, yeah. Allah.